الفتاة عهد التميمي موقف جريء شجاع هي وأهلها، هذه الفتاة التي تصفع الجنود الإسرائيليين وتقف في وجههم. ومن عهد تحية إلى صاحب الوعد. لو سمحت الشيخ حسن نصر الله وبحكي له إنه يعني شكرا كثير وكل عام ويعني هو بخير. طبعا الحكي كبير كثير، رفعنا معنوياتنا مش بس كعهد، رفع معنويات كثير الناس، إنه أنا بمثل شعب، أنا ما بمثلش حالي، أنا بمثل شعب وقضية. فهالإشي كان دعم لكل الشعب الفلسطيني مش بس إلي. شيء بوجه له تحية كبيرة وبشكره على دعمنا، وبحكي له إنه إحنا دائما بنقوى فيكو، كلنا معاه وكلنا بنفتخر فيه.